أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل كان يعطي المال لأبيه ثم توفي أبوه، وكانت له بنت، فلما توفي الأب حرمت البنت من الميراث، مع أن المال في الأصل مال أبيها. ليش حرمت من الميراث؟ على مذهب من يحرمون النساء، لا يورثون النساء ولا الصغار، أهل الجاهلية، هذا ما يجوز حرمان أحد من حقه من الميراث. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.